بلهجة شديدة نادرة لم يتردد البيت الأبيض عن كشف مدى خيبة أمله من إعلان العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ جو مانشن معارضته النهائية لخطة الانفاق الاجتماعي متهما إياه بنقض تعهداته للرئيس جو بايدن أعتقد أن السيناتور مانشن أدلى بتصريح قوي ونحن أيضا أصدرنا بيانا قويا والآن نحن مستعدون للعمل بجد لإنجاز خطة الرئيس بالتعاون مع السيناتور مانشن وباقي أعضاء الكونغرس الديمقراطيين تركيزنا الآن ينصب على التقدم إلى الأمام ورغم مفاوضات طويلة ومضنية كان بايدن يحتفظ بالأمل حتى الأمس القريب في إقناع مانشن بدعم ميزانية بقيمة تريليون و700 مليار دولار لتمويل مشاريعه الاجتماعية وخططه لمكافحة التغير المناخي إن التضخم الذي يقلقني ليس حال عابر انه حقيقي ويؤذي كل فرد في ولايه ويست فرجينيا ويجعل من الصعب عليهم مواصله الذهاب الى اعمالهم ان ارتفاع اسعار البنزين والمواد الغذائيه وفواتير الخدمات يؤثر على كل جوانب حياتهم كل ذلك علاوه على الدين العام الذي وصل الى 29 تريليون دولار تحفظة مانشن المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الماليين على الخطة والتي يرى أنها ستزيد من التضخم وعجز الميزانية ليست جديدة لكن ما زاد من غضب زملائه في الحزب الديمقراطي اختياره لشبكة فوكس نيوز المحافظة لإعلان رفضه لأحد أهم أولويات الرئيس الأمريكي خسارة صوت مانشن الحاوي في مجلس الشيوخ تضع البيت الأبيض في معضلة صعبة فأي تنازل جديده عن اولويات الخطه ستقود حتما الي خساره تاييد كتله الديمقراطيين التقدميين الذين قبلوا بهذا المبلغ الحالي علي مضض هشام مرار الحره البيت الابيض